يسرى وفريق عمل مسلسل أحلام سعيدة مثل كثار من نجوم دراما رمضان، تحديات تيك توك كانت وسيلة للترويج لأعمالهم، وهالعمل الكوميدي طبيعي رافقة مثل هالتحدي العفوي. ويسرى اللي قدمت أعمال درامية جدية بالسنوات الماضية كان رهانها كبير السنة على عودتها للكوميديا، فهل كسبت الرهان؟ إن أنا أراهن على شيء وأقول هو ده اللي هيكسب، انسي، محدش يعرف يراهن على حاجة. أنا بحب أغير، وبغير لما أحس إني لازم أبتدي أغير. يعني أنا عملت ميلو دراما سنتين ورا بعض كانوا مهمين جدا، بخيانة عهد وحرب أهلية، لكن ما أقدرش أبدا أبقى ماشية بس في الإطار ده، وصعب إنك تلاقي كل يوم حدوتة كده. وهذا ما كان السبب الوحيد اللي دفع يسرى للاتجاه للكوميديا هالعام. أنا تعبت، أنا قلت له أنا محتاجة يا أستاذ جمال حاجة رايقة ناعمة تضحك لايت حقيقية بس لايت، مش جاية أقول نكتة بس حقيقية بس لايت دمها خفيف. وهالشيء وصل للجمهور، والتفاعل على هاشتاج أحلام سعيدة على تويتر كان إيجابي من أول يوم عرض فيه العمل. سعيدة جدا بردود الأفعال، ومبسوطة أن الناس مبسوطة، وعندي كمان حاجة تانية أن الأطفال مبسوطين، أنا ده سعيدة بيه جدا جدا، وطبعا ده ما كنتش متوقعة، لأن ذوق المتفرج ما تعرفيش، هو بيحب الحلو. واللي تابع يسرى برمضان أو ديدي هانم شافها بشخصية امرأة كفيفة، وهالشخصية كان مفروض يسرى تلعبها من سنوات بفيلم سينمائي. كان في مشروع زمان قوي كنت بتمرن عليه، واحدة كفيفة اتولدت كفيفة، فازاي كانت بتتعامل مع المجتمع ومع الناس، الكلام ده من زمان قوي لكن عمره ما تم، إنما كانت فرصة أن أنا في النص ده وفي الموضوع ده مع هالة خليل، مع الأستاذ جمال العدل، هو اللي نقالي الموضوع وهو اللي أصر عليه، وده كان المفروض فيلم ما كانش مسلسل، ومع الأستاذ عمرو عرفة، لأني رجعت تاني برضو لعمرو عرفة بعد سرايا عبدين، وكان بقالنا كتير ما اشتغلناش سوا. ويسرى اختارت مع فريق العمل أنها تقدم هالشخصية بروح حلوة كوميدية، عكس أغلب الأعمال اللي بتصور المرأة الكفيفة بطريقة درامية. أعرف ناس بيمروا بالحالة دي وعايشين بالحالة دي، وأخف دم في العالم، وناس لذيذة جدا وعايشة ومتعايشة ومتسامحة وجميلة، وناس حقيقيين من جوه وواضحين جدا جدا جدا، بالعكس دي ناس بجد شايفين حاجة إحنا مش شايفينها. ورغم انشغال يسرى حتى أواخر أيام رمضان بتصوير عملها، إلا أنها وجدت وقت حتى تتابع أعمال زملائها. الاختيار بالنسبة لي مهم، لأنه أنا بحبه جدا، بحبه لأنه بشوف قد إيه البلد مرت بإيه، وهو بالنسبة لي ده دوكيو دراما مهم جدا، انك انت تعرفي الحقيقة من خلال الدوكيومنتري الحقيقي اللي موجود، ما فيهوش زيف، ما فيهوش كلام، في حقائق موجودة، وده شيء يخليك تعرفي انت كنت فين وبقيتي فين. وهذا ما كان خيار يسرى الوحيد. شفت الكبير، شفت مقتطفات من جزيرة غمام، شفت مقتطفات من راجعين يا هوا، فاتن أمل حربي، عجباني جدا الموضوع، مهم جدا جدا جدا، وموضوع يمكن لو اتغير القانون يساعد أمهات كتير وأطفال كتير، يمكن ده يحصل. وبالحديث عن فاتن أمل حربي، فإلى جانب موضوع العمل اللي أشاد فيه الكثار، أيضا الشبه بين نيلي كريم وبناتها يارا ونادين اللي طلوا معاها بالعمل، شكل مفاجأة للجمهور من أول ما ظهروا معاها ببوستر المسلسل.